شوفنا وقوموا. والله العظيم انه صادق فيك عاد عبد الله. ذا قاعد تلبس عادك الا ان ذاك ابخص وذاك لا اما تني ذا ولا عاد بعد ذا وجهي مدده هاي بدل الوجه. انا ترى نمت انا سوي سوي نمت اني خلاص خلاص طلب يرجفوا هذا وجهي يا ربع ما نبي قاعد ميتة لو سمحتوا. لا جبت موضوع جبت لك موضوع خصم خفي اكمل خفي اجاوب. لا لا ابي تفسير صدق والله لأن اكيد ان الادمي الادارة جابت هنا ناقد اكيد مع مخ اكيد يقعد يجي هبد هنا على راسي وانا اتحمل هبد ليه اكيد مع مخ بس هو بيهبد متعمد. هو معك مخ مثل الناس ولا ما معك لا تكلمني انت كيف ترضى هنا بحال هذا ابن بخيل اذنيك هذا حمر يا عزوز جربت النعيل عضيد عزوز اقطع النعيل عضيد اقطع ذا سعد شد حلقك يا ضفيري مع الحياة اكثر خيل ضفيري شفيه ضفيري صلى على النبي يا ولد قام يتوسم فيك يا فرمان والله العظيم لو اني منك لاقوم هالحين ارقامه بس 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 جسدي عشان سعد ها والله حتى عشان حمودي يا حياتي من عشان سوسي ولا كان ابو حمودي حمودي لا يسمعك على الشاشه تقول حمودي لا بشترك مو انت مو يتابع البرنامج الله يقول عند مو حمود مودو حمود اللي هو بي مو يتابع هذا اللي صح حمودي بيج وش قال لك يوم كلمته يا سعد يوم جيت في 24 وش قال لك قلت انت تتابع البرنامج مو بال 24 ها قبل خمسين انت تقول 24 خلاص ترى احنا نستاذن نطلع باذنك طيب يوم استاذنت انت طلع انت بالاذن شوف نار الدنيا فما بالك انا مظلوم ادعي عليك تدخل نار يا سعد وول وول وش قال لك صح انت صفر الله نسولف بعدين ها ما تصلح فوق البيت قول استغفر الله انت هو شوي يعني خابرنا بس انه يعني تبعته قليل يعني يسوي راك هاي الرجال يعني مراحات والمجي وانشغال ما هو مثل اللي ثابت في بيت يتابع نجحت ترى ما طاريش ما هو كبير يا سعد ابي ممكن يا سعد هذا سلام انا بشوفك ما بعد ثلاث رجال ولكن هذه صورتها قناة الصحراء مع ناصر ايه ليش بين ناصر ها ليش بين ناصر وعرض النسود هو في عرضك في عرضك في عرسك في عرضك في عرسك من يمين جنب شفت اللي لحيت بيضاء هو عرضك والله ياسر عندك الناصر الطويل ملاك مرعي مرعي يشبه ناصر نسخة أصلية لا أنا ممكن تنسخ يشبه على قمة الصحراء خابر قد تبعت لقاء هو حناصر أي أبوك بعطوته زين يا أخي يا المرة ما تعطوني حنجرتكم ما شاء الله أبدا أنا أقول لكم حاجة واحدة ما شاء الله والله يا المرة ما شاء الله 90% منهم مشتين وفي حاجة ثانية حنا بدأ حنا وش أقول في حاجة ثانية لحظة فيها حلوقنا لكم القيلة كلنا لكم يا رجل طيور لا يا رجل طيور آه لو تدري بيحبك الدراب الزايد شو بيساعدك فيكم درابها ما شاء الله ما يدين حسن سبب ما عليك زود لا والله ما يا رجال من فوق الزين انت تدري وش مو كلش مو كلش على راسك مجرد والله اني لاحظت فيهم بزياده ما ادري في ثلاثه يعني في اربعه ثلاثه منهم ضربه ذا واحد ها ابي بخيت لا ما كلهم في حقه من القبائل زين فيه الطيب وفيه الاصعب ما هي بسوء ولكن توافق الله اصابع ما بسوء لا 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 ترى اصابع رجال سوء لا ما بينا عارف وين يكسب ايه والله سوء حاول تستحي مره بس جرب حاولت على طاري طيبه القلب حاولت لكن ما قدرت يا محمد شو اسوي؟ الله يعينك يا سعد خير قلبك والله سوء ابو سعد يا الربع ما يسولف ليه؟ اول شيء استحلى وجهك رد رجلك وراها سعد شيء ثاني وش تبغى تقول؟ شيء ثاني تسولف معنا جنب ذا يا الربع يا الربع ايش رايكم؟ هذا كم دليل تبغى تبون ريالتي عالي؟ لا ها؟ لا خلنا خلنا نقول سالفة ريالتي عالية قطك فضل يجي ريالتي ما في حيل على طاري انا ما ودي اقول عشان ما تصير مشكلة بيني وبينك لا عادي متقبلها منك متقبلها شوف على طاري الضرابة والقلب ما يقول ان الحين فينا طيبة قلب مو مدح بس المهم المهم شوف يا عزيز واحد ابوه ابوه معاه يقول تكلم مع عبد الله واحد ابوه معاه واحد ما من المرة لازم بيدينك كذا يا من البيت عزيز
ايوه والله انت عيد اسمه كم مره ولا قلت لك هلا سحب عليك السبك لبيت سلام والله ما ابو شيء والله تقول كم اسمع يا ولد ما يصدق واحد مري هذا شاي سعد جاك تايم تقريبا علي صدق هنا ابي احنا نقول سالفتي لسه سبع دقائق بيقول تكفى والله علي هو الوعد اللي قعدني فهو منك يعني شوف شوف علي يفهمني اني ما صورت هل هذا صحيح ما صورته؟ نعم انت صورته يعني ايش ما صورته؟ يعني صحيح علي خلاص 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 سالفتك الخايسه بسرعه قولها هذه عن بر الوالدين سالفتي والله صدق اسف سالفتك حلوه عن بر الوالدين عشان نسمعها حركات مو بعد عشان تسمعها اسمع توال بطقك اسمع واحد النداوي يا محمد بالسود يا رب الله يرزقك الله يرزقك بعد ويمكن يمكن سعد يعرف السالفه في السحاب اي خابر ودلي من هو ايه معان كوشيب فكان يروح المسجد حبي يحبي يحبي مو يعني حبي كذا على يدين يزحف رجيل ما يقدر يشيل شاي ما يصير ايه من لطفه ولده ايش قام يسوي؟ اذا قد اذا شاف ابيه رايح المسجد يحبي ولده سري ما في شيء جلس قام يحبي معه عشان ما يحسسه يدين المسجد عشان وش؟ ما يحسس عشان ما يحس به يعني نفس انه هو يمشي وانا ما امشي نفس كذا الحين ما تحزي خاطر وهي ما بحزي خاطر بس قاعد يمشي معه كذا لطفه من ابيه الله يجزاه خير الله يدخل مرة الجنة الله يدخل ويدخل الإحسان الجنة ها؟ اسمع الحمار ويدخل الإشهران الجنة يقول لو شايله الله لو شايله مودي خلاص أنت مشكلة يعني أنت مكتوب بعيد السالفة بعيد السالفة ما يلا بسورة مزدوجة يلا بعيد بعيد السالفة ليش أنا الرابع مرة أسمعها والله قعدت أتفاعل معك قالها سعد والله والله ألو والله سعد قلتها؟ ما ادري ايوه سباق لعيون مغاني ما له شغل ما له شغل حيل ما له شغل بس سباق سعد للقاء كان افضل وكان يعني شباب ايش رايكم في الورق يا ابو ذا؟ سعد شايف خالص خالص بس بدون بلاصات كان يديكم جاهزه؟ شو بس سعد ليش حتى لو ما حد قام سكتنا ترى صدق فيها فيها يدين سعد يعني عندك فيها 4 5 6 ما حد جاب كاس والله قد وصيت من الكرك ولا حد قام الحين ادري اني لازم تقومون لكن ما لي علاقه افا انتوا نارك احلف انكم الصيف اللي شعلت خدي افا والله هذه النار ما النار من كذا ولا بلاش هاي والله اي والله هذا العين ليه هذا كفو يا ابو محمد اني اجيبها مو الحين جايبها لي بلاش بلاني ما عندك هنا قلت لك في الحفر الباطن وانا نسيت انا نسيت عليك ان شاء الله هناك يا جماعه حياك الله وبيا بقيت يلا يلا راح انت تبغى ريالتي صحيح اسمع تبي ريالتي اسمع والله ريالتي تدري متى يضبط اذا ترى بمسك راح انا اي اذا نام ها اذا نام عشان ما تروح عشان رسميه تروح نقول له لا ايوه هذه الحين تراها دقك قويه اسلم يا جدو لا لا قدام يسلم جدو على انك ابو سعد خذ راحت هذه دقه قويه يعني اصغاطه قصده الحين ما احنا نسولف ولا احنا نستانس عشان سعد موجود اخو لا والله في اقسم بالله لا 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 ايوه لا فاهمين هذا ترى انا فاهمين الجمهور هو فاهمني اي والله فاهمني يا اخي اخي على وجهي انت تعرفكم تستز جحدوني لا لا دقيقه دقيقه لحظه ابرر 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 قال انا ما ابرر ما راح مطاري انا اعلمك هذا كلام الجمهور الجمهور واضح وضوح لو معك جوال بتشوف رسائلهم كذا اوه اسلم كذا ما يسولفون من بدايتهم يضحكون قبل هو نفسية رسمية فهمت؟ هذه لا 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 صراحة البت هذا كلام غير صحيح والله يا سعد من جنبي لو اقول علي كيف علي عزرهم غالي علي اخي ابشر بس تعال شوف شوف بس دقيقة خليني ابرر والله اني ما قلت اقول ابرك ابرك الحق يبشر بس انت تدير مني بقبل اعتذارك على طول عزوز ما يحتاج اعتذار من اخوي قسم بالله انا برضه ما تسكت انا الحين اكلمك دقيقة يا شباب يا شباب ما تحترم انت نفسك اوب 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 على الاقل انا اشهر انا كلام انا كلام ما وصلت لمده اليد انا بقول عشان سعد ما يشل عيني يا ربي يلا يلا انا كلام يا سعد انا كلام الحمد لله انا اشوى الحمد لله في غيري يطق حب راسه روح يعني ما وقفت على كذا الحين وقفت على كذا كمك شوفك زاوية وقعد فيها هجمت تسولفون عشان موجود هو اللي قال مو انا يعني انتم قاعدين على سوالفكم حب راسه حب راسه حب راسه لا باص الله والله حب راسه والله حب راسه يا سعد احتراما افقع راسه انت اللي اعطيته مجا دقيقه بس دقيقه ابرر ما برر تاكل تاكل لا لا تبرر ما يحتاج تبرير ارد لك
حرب حرب حرب. لا الله ياخذ الاهم الاهم. شوف قل له يلا الله يفضحك. اعرفك زين انا. قل له خلاص دقيقه ويت. قل له اصبر. واحد اثنين سبعة. لا اله الا الله. ثاني مرة ثنى ثنى. لا اله الا الله. ثالث. كل تراب يقول ثالث. ما اقدر ما اقدر. حنا ناس فوضويين. صراحة. شيء خاصين منه. انا وعزيز وعلي لا ظلا يعني هادين. ايه. هادين. علي هادي. زين. انت انسان ما شاء الله عليك منمق محترم. تحب القعده الهاديه ولا احنا ناس ما نرتاح بالقعده الهاديه نحب التقاط اصوات. يلا عزيز روح هناك نام. حلو حلو يلا عزيز روح روح. لا شوي شوي يدار يبوني. انا هادي المهم انا بهادي. فكني فكني عليه. تكفى فكني عليه. تكفى سعد. تكفى سعد فكني عليه. خلينا نشوف فكني عليه. يلا شنو فك. تكفى 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 يلا بدا. والله لسحبك عشان تدري. ايد الله يرضى عليك. ايد تبدع. اي والله شو منه؟ من شو اسمه؟ من ساعة الناس. بعض الناس. بسم الله عليك. بغى يكسر يد الولد. بعض الناس. انتم شباب. خلوا يعذرنا يا ولد. لا. لا اله الا الله. كلمة الحق تنقال حتى لو انا عارف. فاهم؟ فاحنا ما نحب القعدة الهادية هذه، احنا ناس فوضويين لازم نتهاون. طيب المنتج طوله بعضه كم؟ زين احنا ما نبي نروح انقلع هناك وتفوضى انت وياي اللي انت اشبع. دقيقه جدا دقيقه. احنا ما نبي احنا ما نبي نفرك يا ابو محمد. ايش قلنا؟ قلنا اذا القعده تصير حلوه اذا ابو محمد راح توكل على الله. لا توكل على الله. لا لا كل واحد يبي توكل على الله. يعني اذا اوكي تكفى تبي يصير قول توكلنا على الله واعطنا اللي عندك. يلا توكل على الله. توكلنا على الله. شفت شوف فوضوي يصير يضرب سعدي الطويل. ما له بيدي عليه واحد وخاله. سعد الحين متحمل. اي والله الحين سعد اسف باسل ايمن. سعد متحمل غثانا ومتحمل البلاوي اللي نسويها. قول لا اله الا الله. صابر ومتحمل وتجي تقول الكلام ذا عبد العزيز ولا الحركه دي. اجل انت تطقه است على وجهك. واذا الحين شو مسوي انت؟ خلاص على وجهك. اليوم في طريقتها. والله ما ندري جت اليوم و... نجم اسبوع اكثر واحد طلع في الكاميرا. نجم اسبوع عندك يا ابو سعد. لا والله اليوم والله انه عندك اكثر واحد طالع بالكاميرا. عبد العزيز انا كلمك سد ما علي. خلاص ما ابي رايك. يناديك ولا ترد عليه. لا اله الا الله. يناديك سعد ولا ترد عليه. قول لا اله الا الله. حق ما انت لبدنا. جاب له موضوع صراحه انا ودي به من زمان والله جابها اليوم. من اللي جابه؟ ايمن. قال له كلمه على خاطر الجمهور. اشوفها دائما متردده. بالعكس سووا اللي تبغون. امزحوا بقطوا خبن. لكن الحاجة اللي سعد بينقد عليها هي الحاجة اللي أبوك بينقد عليها. الحاجة اللي سعد بينتقد فيها ولا أنت بتقول خاطرك سعد الحين سويت الحلقة هذه ما ودي أسويها قدامك. ترى صح. لا هو كبر مني سن ولا هو لكني أنا شفت هذا شيء أنا شفته. إيه ماني برادك أنا والله لو تقوم تسوي ما تسوي قدام هني أني ما أرد. سلام سلام. إيه. إثنائي. تعال تعال كل سكر. تعال شوف شوفك ضحكت والله. دقيقه عبد الله صار لك شيء. زيد عادي طالع ريحه. عبد الله عبد الله قم تاخذ سكر بسرعه. سعد اعطني هذا الخضر اللي عندك كم سالفتك. احتاج مشي اجيب هنا محل. حط على الحريق. حط على محل الحريق. اعطني الخضره هذه كم سالفتك يا سعد. اسلم. سعد الطويل خلص اللي خاطر. سعد الطويل اعطني الخضره هذه. يا اخوي ذبحني يا النار يا شباب. والله العظيم اذني قام تذكر حراره الاخره. ليش ليش تا والنار شباب. انا ما اشيل معي ثلاث عشان اضمن روحي. اسمع ايمن انت شاعر؟ اي والله صدق. اي بالله ما انت شاعر اللي يعني تقول نفسك. لا لا شاعر. طيب كفو اسمع. يقول ليش تا والنار. انت سعد ما خلص كلام. ما خلي جلدها يتمخلص. سعد مو بنت. اسمع وانت ساكت. انا سعد. انت تسمع ما يجيك وانت تلعبخ. ما عندي شيء انا رسمي. كلام بذيء كلام بذيء ما يصير بالجلسه. ليل الشتاء والنار بعد حتى حر والسبحه وريح ام القناد. هذه عذاب الشاعر اللي عايفن حلوه الكلام. الله الله حلو. اقسم بالله هذا من طلع قصيده. مطلع قصيده كملها زين. والله ما ادري قصيده كادنا في 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 ورديات بس انه شوف يوصف روحه في انه كيف يبدا قصيده. يقول ليل الشتاء يعني ليل الشتاء أيه. برد والنار أيه.
والسبحة وريح أم القناد، هذه عذاب الشاعر اللي عايفن حلو الكر. هلا 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 عبد الله الحافي ما شاء الله تبارك الرحمن. عبد الله الحافي يا ريدين عطيتها البيت ذاك هذا الشاعر فلان من فلان. اي والله بحر خليها تنفخ بحر 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 الشعر في محل محطة تاريخ. بحر في محل محطة تاريخ. شو اللي انتم حاطين شو المنه حلوه سكر راح احط معجون ولا طماط ولا عسل تور ليه سؤال تور وشو دقيقه تقطع المعزه ليش اخذت تور تور وشو ليه تور ولا دكتور احترقنا والله انا اسف اني اقول عند دكتور انا بعد انا اللي احترقت ما احط عسل هذا دليل ان احنا اعلاميين ولا احنا مصوب بدعوة صحيح حق قلبي صحيح احلف بالله عبد الله بيحترق ولا بيسوي شاي حكسيت ماكو سكر عبد الله عندك يقول شاهد يقول حط بتروحون ها نبي نخطط ونجي استغفر الله يلا تبطون ها ادري 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 استغفر الله مو واضح انه حط سكر صار صار الليل الشتاء والشوارع دوا ابو سعد نم 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 حوقت نم نم خل خل عند وين ابو تكينا دي كيف وش اللي مو فيه وش اللي مو فيه انا تشوفنا سنع يا عاد كنا يا رجل القهور تبيني في عيني وقلبي صغيرة أجمل ما يمكن تشوف في الهوى الغرام ملامحك كل ما جئتيني مسيرة شفتك ولكن ما شفتك على ما يرام حر يا ود انا اكتشف ان فيه عندنا روعه فيها مقطع ليش هم ادري ما فهمت ماني موضح انا ما فهمت خليك ساكت ما تتكلم ما تتكلميش انت ما فهمت عيال طراه سالفة اللي يمشي مع بيه اللي يمشي مع بيه هذا اسمه سالفة واحد صبي كان يعني أحوال وحالته حالة كان يعني من يداوم يرجع بيتهم توقع أن بيه كان متوفي ما عنده لمه صبي الشباب في عمرنا وكان يعني أحوال والربع يهدرون جماعته ان احواله زيرو كيف احواله صفر راح الرجال ايام ليالي ايام ليالي فجاه قد الرجال يضبط في بيتهم بالبناء ضبط طلع ترتيب الرجال فخم شويه يعني رتب الامور زين الاحوال حلو فجاه الرجال وذنه موتر جديد فجاه الرجال يعني قد الرجال يشتغل في الأشياء يضبط أموره إيش دونه قال والله إن حتى هو يعني متفاجئ والله هم نوم صديق الكزان قد يكتم كزانك جاو العالم جاء ذاك الرجال نشبله لح عليه قال لي خلني أنت توظف في شيء داخلك في شراكة داخل قال والله ما يدرون الرجال ما هو في شيء ولا بصوت الأمور قال طيب علمنا وش أنت تسوي لح عليها واحد من ربعه اللي غصب علمه علم الرجال وش يسوي كان كل صلاة حارتهم فيها شيبة عمى كل صلاة الفجر إلى العشاء يروح عند باب بيته الشيبة أول ما يطلع يقوده بيده يجره لين دخل المسجد وإذا خلص من الصلاة خذه بيده لين دخله بيتهم بدون ما حد يدري إذا شافه يعني طلع من العرب كذا خذها بيته طلع لا ينفع ولا يبغى أحد يدري ولا علم أحد حتى إن الشيبة اللي هو يمشي به يقول أنت من أنت كان يعطيه اسمه هو باسمه يكتب عليه
مرة يعطيه اسم ثاني مرة ما يبيه تعرفه. وربي ساق عليه الخير حتى أنه والله أنه يقول والله العظيم أكثر خير لجاني يقولها مكالمة شخص قال لي أنت حاجة فلانية صارت من نصيبك يقول سبحان الله يقول الأمور فتحت لي كذا يقول ما أدري أنها فتحت ذر الوالدين وهذا هو يقول الحين قد ما شاء الله عليه تراه موايده ترى الحين نفس السلبدة يا علي الواحد من شيباننا تصغر الشيء وهو عند الله كبير أبي حمد جل الله ما هي جنة ترى ضبط الحبل من البيت إلى المسجد عنده بخيت الشيبة ضبط الحبل هو ألطف من يسير على القاع ألطف الشيبة حتى أنه دخل الله يعزكم سخن دخل جاء من دوامه صح هذا يا جاكي حبي حب رجل امه وحب رجل بي وتوجى من دوام وعود وهو حبي يقول لي لكان يضربنا يقول يضربنا بتخبري حق ان خضي عندنا الحشميات من قبل يقول انا اخذ واحده منها كان يمحطنا بزين ولا ما حط قال بسم الله عليك من لطفه هم بيهم عمه هذا اب امي واحد من شيبان ابي حاجه الله يجزاه كان موظف رامكو تم يوم على رامكو على باصات وتاخذ الموظفين اذكر علي تكفى خله المهم كان رابط الحبل من البيت لين المسجد يروح عشان يجوده الشيبه ولا وصل هناك شاف الشيبه تصلى عود عقب ما يصلي هو طلقه صوب البيت جاب غدا الشيبه وسبق الشيبه وتغدى عند المسجد ولا هنا رده هذا توفى هذا جدتي وما جاء عليها الا امي بس توفى حريق رامكو حريق بقيقم قد سمعتوه مو بطيل كامل ترى معينه يكون ساعته من حريق من بيب قال يبغى يعود وشاف الدخنه يعود غير عليه باكستاني كان يبغى يشغل البيب والدخنه الثايره فجاء هو طلقه يبغى يقول له طفي قام ذاك شغله مدعو باكستاني جلده يكر الهليل ويتوفى الله معينكم ساعته يا الله ما هيجن هذا على طاري بر الوالدين في واحد